بصوا بصوا طريه ازاي وهشه ما شاء الله، طعمها تحفه والله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم شيرين من وصفات شيرين. ان شاء الله النهارده هنعمل ايه حلو بقى يا شيرين؟ هنعمل البسيسه او كيكه الذره. مكوناتها سهله جدا. بصوا حبايبي معايا ايه؟ بسم الله، معايا كوبايتين دقيق ذره. كوبايتين دقيق الذره دول، دقيق الذره نوعين، في اصفر وفي ابيض، اعملي باي نوع مفيش مشكله، بس لو اصفر احسن عشان هيديكي لون حلو. اما انا عندي الابيض النهارده مفيش، فهستخدمه يعني حلو برده. ومعايا كوبايه دقيق ابيض، يبقى 2 ذره وواحد ابيض، وكوبايه سكر وكوبايه برتقان ونص كوبايه زيت على سمنه، ومعايا 3 بيضات، ومعايا معلقه كبيره بشر برتقان، ومعايا نشا هاخد منها معلقتين. النشا بتساعد على ان العجينه تبقى هشه يعني الكيكه هشه. ومعايا فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر. يلا بينا مع بعض. انا هعملها باسهل حاجه، ان انا هروح اجيب شفشق الخلاط واحط كل المكونات فيه ما عدا الدقيق، ونضربهم ضربه كويسه، ما عدا الدقيق والنشا يعني، ونضربهم ضربه كويسه ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا حبايبي معايا شفشق الخلاط، هنزل فيه بسم الله. ناخد اول حاجه البيض، يعني مفيش اسهل من كده، هتقومي تعمليها في ثواني تكون جاهزه. وهحط على البيض فانيليا. على فكره احنا ممكن ما نحطش فانيليا، كده كده في بشر برتقان، بس انا بحب يعني بتدي برضو ايه تيست يعني في الموضوع في الطعم. وهنزل على كوبايه اللي هي نص كوبايه الزيت مع السمنه بسم الله، وهنزل عليهم بكوبايه عصير البرتقان. عصير البرتقان ده برتقانتين، انا عصرتهم اكنك بتعصري ليمون يعني، مش حطيتهم في الخلاط، لا عندك عصاره اي حاجه، المهم ان انا مش عايزه اتحط عليها ميه، ده عصير برتقان خام بسم الله. ومعايا بقى معلقه بشر برتقان كبيره. عايزه اقول لكم بقى على تركايه، انا كنت قبل كده بعمل الكيكه كانت بتطلع معايا مره، طعم البرتقان بيدي مراره. خدوا بالكم بقى من نقطه زي دي، ان ايه بقى اللي هيخليني ما يبقاش فيه مراره؟ ان انا وانا ببشر البرتقال هبشر الاورنج بس، مش اللون البرتقالي بس، مش عايزه اي نقطه ابيض تيجي معايا، نقطه الابيض بتاع البرتقال ده هو اللي بيخلي الكيكه مره. قلت بس اقول لكم على حته زي دي عشان تتلاشوا حته المراره اللي بتطلع بسبب البرتقال يعني. بسم الله، ودي معلقه كبيره برتقانايه بشرتها تمام كفايه كده. وهنزل عليهم بكوبايه السكر، اللي عايز يزود سكر شويه عن كده كمان ماشي، بس هي هتبقى حلوه يعني، مقدار كوبايه سكر كويس جدا. هاخد كل المكونات دي اروح اضربها في الخلاط، وهرجع بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا حبايبي بعد ما عملتها في الخلاط اهو، ما حبيتش بس ادوشكم بصوت الخلاط، ما عملتش حاجه غير ان انا رحت ضربتها دقيقتين كده في الخلاط تمام. الخليط بقى زي الفل معانا اهو، هروح بقى الدقيق الابيض ده احطه هنا بسم الله على الدقيق الذره، يبقى كده 3 كوبايات، 2 ذره وواحد ابيض دقيق ابيض. البيكنج باودر هحطه كله بسم الله، وهحط معلقتين نشا. اللي مش عايز يحط نشا مش مهم، بس النشا هتديكوا هتديها هشاشان كده وهتبقى تحفه يعني. هما معلقتين اهو، مش هحط اكتر من كده بس كده. وهنزل بقى بالخليط اللي عندي، ومعايا مضرب يدوي، وهفضل اقلب كده بس الخلطه مع بعض بسم الله. وهنزل واحده واحده كده بالخليط وانا بقلب بالمضرب اليدوي تمام. بصوا حبايبي هعمل ايه، الخليط معايا اهو، هنزل واحده واحده على الدقيق اللي عندي، وبالمضرب ايدي التانيه بتقلب حبه، وهبتدي اقلب يعني، هتحطي حبه من الخليط وهتبتدي تقلبي بسم الله. ونكمل باقي حبه كمان ونقلب واحدة واحدة. ودايما كده واحنا بنعمل اي حاجة يا حبايبي نذكر ربنا ونسمي عليها كده حاجة تطلع حلوة. وما تقلقيش ان انتي تخافي ان هو ممكن يكون هيكلكع منك او لا، انا على طول بعمل كده، ما تخافيش عادي، جربي بس ان شاء الله هتعجبك جدا، هتدوقي احلى كيكة بالذرة وخفيفة وصحية عن ما تكون دقيق ابيض بس، يعني دقيق الذرة صحي طبعا، ما بيتخنش، هو بيعلي سكر الدم شويه بس يعني عشان بيجوع لو حد، انا اقصد اقول ان هي صحيه شويه عن الكيكه العاديه يعني، طبعا فيها سكر
مجازا يعني. هنقلب فيها بقى كده لغايه ما كل المكونات تختلط ببعض. هي مش بصوا حبايبي، هفضل اضرب فيها كده لغايه ما كل المكونات تتجانس مع بعض وتبقى ايه، خلي الخليط كويس كده خلاص، يعني مش هنحتاج فيها ضرب كتير، احنا كده كده ضاربين المكونات كلها زي ما انتوا ايه، زي ما انا قلت لكم كده ان احنا عملناها في الخلاط، لمجرد بس الدقيق يختلط مع المكونات اللي انا حطيتها هيبقى خلاص كده. هي خلاص مفيش اسهل من كده، هتقومي تعمليها بسرعه وحاجه كده تاكليها جنب الشاي، وزي ما قلت لكم كده بتبقى خفيفه في الهضم وصحيه عن عن الكيكه العاديه، يعني ان هي تبقى كلها دقيق ابيض. بصوا سمكها حلو ازاي، هو ده السمك المطلوب. في حاجه عايزه اقول لكم عليها، ان ما ينفعش حد يقول اعمل كيكه ذره بدقيق ذره بس، هتبوظ منكم هتفرول، خلي بالكم عشان ما تبصش منكم. وفي حاجه كمان، الفرن انا مولعاه على درجه حراره 180 وهحطها في الرف اللي في النص، ومعايا صينيه، الصينيه اهي مبطناها، عايزه تبطنيها بدقيق ابيض ماشي، عايزه تبطنيها بدقيق ذره مفيش اي مشكله. بصوا حبايبي هنزل بالخليط اهو، بسم الله، شايفين شايفين الحلاوه والجمال، ما شاء الله سمكه حلو جدا. اعملوا الخواطط الخواطط اللي انا بقول لكم عليها. وفي كمان عايزه اقول لكم حاجه، ان انا نخله الدقيق، اوعى حد يفكر يعمل كيكه من غير ما ينخل الدقيق عشان الكيكه هتبوظ منه ويرجع يقول فين الغلط. مهما كان الدقيق غالي ولا نظيف، دقيق الذره ودقيق الابيض لازم الاثنين يتنخلوا. انا نخله الاثنين يا جماعه، خلي بالكم من نقطه زي دي، عشان انا كنت زمان بستهون بحته نخل الدقيق واقول لا مش مهم، بس طلع بيفرق جدا جدا جدا، هتلاقي الكيكه مكتومه ومش هشه وهتقولي الغلط منين، ده انا عامله كل حاجه صح. فخلي بالك من حاجات صغيره، وهخبط بس كده خبطتين علشان اخرج الهواء منها، وتمام على كده هروح اوديها في الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وان شاء الله نص ساعه وتكون استوت، وهقول لكم برده اخدت وقت قد ايه، وهرجع لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. بصوا حبايبي، بصوا الكيكه الذره بعد ما طلعت من الفرن طعمها، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها ما شاء الله تحفه، ولونها كده حلو جدا. قعدت معايا تلت ساعه في الفرن على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180، وبكون مولعه الفرن قبل ما ادخلها. هقطع لكم بقى حته كده عشان تدوقوها، هي سخنه جدا بس انا مستعجله ان انا عايزه اوريكم يعني. بسم الله، ان شاء الله هتعجبكم جدا، جربوها. هقطع كده جزء مربع وجزء مثلث. بصوا حبايبي بعد ما قطعتها، شايفين الحلاوه، شايفين الجمال، من تحت وفوق نفس اللون، وبصوا بصوا طريه ازاي وهشه ما شاء الله، طعمها تحفه والله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم وصفتي النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واسيبكم في رعايه الله، وباي باي.